موضوعنا اليوم بنتكلم عن النصائح التغذوية للمرضى الذين يعانون من التهاب القولون العصبي. صيام رمضان فرصة كبيرة جدا لهؤلاء المرضى بحيث انهم يخففون من حدة الاعراض التي قد تصاحب المرض. ممكن يركزون على الأطعمة اللي هي تكون خالية من الدسم، خالية من الأطعمة الحارة، بحيث انهم يتجنبون تهيج القولون في هذه الفترة ما بين الفطور والسحور. كذلك مهم جدا التركيز على السوائل وخاصة الماء حسب احتياج الشخص اليومي. مهم جدا كذلك انهم يبتعدون عن العصائر التي بها ألوان اصطناعية ويركزون على العصائر الطبيعية الطازجة. التركيز على الألياف الطبيعية الموجودة بالخضار والفواكه أمر في غاية الأهمية، ومهم جدا أنهم يركزون على النشاط البدني خاصة بعد الإفطار بساعتين. ورمضان كريم علينا وعليكم.